السلام عليكم، معكم جهارة من فاس. دخلت للدومين حيتاش كبرت في عالم ديال الخياطة، وإن ماما هي خياطة، ولقيت راسي معلمة الخياطة بصفة عليا. الملابس تنخدم على كما كتشوف انت، الجلابة والقفطان، وكنخدم على تا كنخدم على السامبل. كنقدم في أعياد الدينية الجلابة، كتاخد الإقبال كيكون أكبر على الجلابة. وراك عارف حنا المغاربة تنبغيو داكشي البلدي، وتنبغيو التقليدي وداكشي الارتيزانة، وهادشي اللي كاين. المواد كنخدم بالجلابة، تنخدم أنا كنخدم كنفضل نخدم على السامبل، يعني الكريب. دابا أصل الكريب هو اللي كاين طالع في هاد الوقيتو، وكنخدمو بالمهرس والأحجار، داكشي مرصع، خدمة زواق المعلم، هادشي اللي تنخدمو.